زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، مهم جدا الشق النفسي والحالة النفسية لأي حد فينا، لأن هي بتأثر أو بتؤثر بشكل سلبي جدا، مش بس على فكرة التخن أو إن احنا ما ناكلش أو ناكل زيادة، لا، هي فكرة هنا إن انت نفسيتك ممكن تأثر على أصلا يعني أمراض كتيرة جدا تجي لك لا قدر الله بسبب إن الواحد نفسيته وحشة. فبالتالي حاول إن انت تدخل حياتك بس الناس بجد اللي بتديك طاقة كويسة واللي بتسعدك في حياتك، خلاص ما بقاش فيك بجد مجال إن الواحد يستحمل أي حاجة أو أي العمر بيروح. بالظبط، يعني بجد ده تفكير مش غلط، وان انت تفكر في نفسك دي حاجه ما اعتقدش ان هي تزعل حد. فمن الكلام ده دكتور هاني انا هروح مع حضرتك لان لسه الملف النفسي ده اعتقد مهم جدا. هنروح بقى لكبار السن. أيوة. لان كبار السن برضو نفسيا بيبقوا متاثرين، لو حتى مخلفين ناس مش بيسالوا، او اطفال يعني او اولاد يعني مش بيسالوا عليهم، لو مش مخلفين خالص بتبقى نفسيتهم بيحسوا بوحده زياده، وده بيؤثر بشكل سلبي جدا برضو. فخلينا نروح للفئه دي. ودول بيأثر عليهم كمان بالنسبة للغذاء بتاعهم، لأنهم بيبقوا مش عايزين يأكلوا، مش عايزين يعملوا حاجة، وساعات ما بيشربوش مية، ودي بقى بينسوا يشربوا المية. كل كبار السن بينسوا يشربوا المية، ودي بتبقى مشكلة. ولو عجلهم أي ترجيع أو إسهال ما بياخدوش العناصر اللي هي مهمة جدا، فبيجيلهم مشاكل في القلب. لا، ناخد بالنا بقى من الحكاية ديت، إن هو لو ما بيزوروش أو ما بيعملش حاجة، انت اديت الرسالة بتاعتك وخلاص، ووصلتهم لمرحلة معينة. شوف انت نفسك بقى، نبتدي نتقابل مع الناس اللي في نفس المرحلة العمرية بتاعتي. يا اما نروح النوادي وهنقابلهم هناك، نخش في المجتمعات اللي هي في نفس المرحلة العمرية، هيبتدي يخرج معاهم، يبتدي يتكلموا في نفس الاحاديث بتاعتهم ايام زمان، او يعيدوا الحديث. هتلاقيهم نفسهم هم بيقولوا الحديث، بعديها بيومين يقولوا نفس الحديث تاني. هيبتدوا فرحانين وهم مع بعض، لان الجيلين هيبقى مختلفين. يعني لو قاعد مع ابنه ولا قاعد مع حد صغير هيقوله الحديث، تاني يوم هيقوله نفس الحديث تاني، هيقوله ما انت قلت لي الكلام ده، بتاثر على نفسيته. لكن يبقى في نفس المرحله العمريه هيبتدي حاسس ان هو مختلف، مش هيبقى مختلف، هيحس ان هو ده الصح. يبتدي يكون صداقات، مش عايز يكون صداقات، يخرج يشوف الناس، يلعب رياضة، مش قادر يتحرك بالعكاز، يتحرك بالعكاز، لكن ما تحركش خالص لا. والاستسلام وحش جدا جدا لأي ظروف مهما كانت بقى، مهما كانت، والحياة بتمشي وخايف من الموت أو كذا، هيجي هيجي الموت، ملوش كبير. لو الواحد خايف ان هو هيموت امتى، انت ممكن وانت ماشي دلوقتي حالا يحصل لك اي حاجة. ما فيش حاجة اسمها خايف من الموت، انت تفضل عايش وتعمل الصح لغاية لما الوقت يجي لك، خلاص يبقى خلصت كده. صح، انا متفق معاك. عايز بقى اخد حضرتك في منطقة تانية خالص. أيوة يا فندم. بعيدا عن الموت. أيوة. حلو كده. اللحوم المصنعة. أيوة. اللانشون والبسطرمة والنوع ده من الأمور، طبعا في كتير جدا من بالذات في فترة المدارس، كتير من الأمهات بتستسهل كمان في سندوتشات الصبح للولاد النوع ده من اللحوم المصنعة. أيوة. لأي درجة هي مفيدة أو مضرة؟ هي مش مفيدة خالص، هي مضرة بس جدا كلها، وعلشان هي بتستسهل. وده اللي احنا كنا بنتكلم، الامهات ما بيعملوش حاجه، بيستسهلوا. انا مش هرد فحكايه ان هم بيستسهلوا، ويقول لك ايه يلا افتح الفينو وحب تحط اللانشون ويقلب الليل. أيوة. اتفضل يا دكتور. فبعدين مش عايزين نتكلم على الستات كتير لانهم بيموتوا الرجاله دلوقتي، فمفيش داعي. هو دكتور هاني اصلا مش متجوز يا جماعه، قول بقى يعني. فهم اتبعوا على طول. ده خلي بالك مؤخرا افتتحوا في استراليا ايوه دار لإيواء الرجال المتضررين من العنف الزوجي. فعلا. والله غلابة. والله غلابة على فكرة. في وعي كنت تفتكر ان الستات دول اللي مكسورين الجناح والافلام التلفزيون دي. خالص خالص خالص. فانا الرجالة برضو غلابة، وفي منهم طيبين خالص يعني. قوي. ومتضررين. هم بيموتوا. بيموتوا يا حرام. رجعونا لللانشون. يعني الموضوع بقى يعني، وبيعضوا ايه ده، في ايه وايه اللي حصل، وفي حاجه بعد عيد الاضحى الهرمونات ضربت. فدي من المشاكل عيد الاضحى، ان احنا ما ياكلوش لحوم، لانه اول ما بياكل لحوم بيضرب. من ضمن القضايا اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي بقينا نسمع عنها مؤخرا، في زوجه بعد ما قتلت جوزها مش عارف شوت ايه ده ايه ده، ايه اللي افترى ده. المهم يعني رجعنا لللانشون. دي على فكره دي فظيعه كده، هندخل في سكه ثانيه. وبتقول لك عارضه ازياء، يعني طب دي قدرت عليه ازاي دي؟ يعني اكيد نكد عليها. نكد عليه تقوم تذبحه اه وتطبخه اه وتاكله.
لا دي لا امال يعني هتطبخه وتعزم عليه الجيران؟ مسح بقى طالما كلفت بقى على رايك بس حلو شاطره برافو.